ستلاحظون وجود كتابة في جانب وقت الفيديو، فمن خلال النقر على هذه الكتابة ستستطيعون أن تتصفحوا بسهولة مواضيع الفيديو، لذا ستتمكنون من حضور فقط الموضوع الذي يهمكم من هذا الفيديو دون الحاجة إلى متابعة الفيديو بالكامل. الآن لو ذهبت لعيادة طبيب شاكيا مرضا معينا، وقد قام هذا الطبيب بالبحث في محرك البحث جوجل عن دواء لحالتك المرضية، وقام بوصف الدواء لك اعتمادا على جوجل فقط دون التعمق في تأثير هذا الدواء على جسدك من فوائد ومن أضرار جانبية من المصادر الطبية المعتمدة، فهل ستكون راضي؟ في الغالب سيكون الجواب لا، فإذا كان لا فيجب عليك أن تأخذ المعلومات من المصادر الطبية المعتمدة، ليس من جوجل وليس من صديق وليس من زميل، وإنما تقوم أنت بالبحث عن هذه المعلومة من مصادر طبية معتمدة. لذا ما هي المصادر الطبية المعتمدة؟ هذا هو سيكون موضوع هذا الفيديو. أنا عبد الرحمن، طالب طب في جامعة الكوفة أحد الجامعات العراقية، واليوم إن شاء الله سأعرض لكم أنواع المصادر وتفاصيل عن كل نوع من أنواع المصدر. مكتبة زوين هي عبارة عن مكتبة للكتب الطبية والعلمية بشكل عام، تتوفر بها مصادر للطب، طب الأسنان، الصيدلة، التقنيات الطبية، الطب البيطري، العلوم بشكل عام وغيرها من الاختصاصات الأخرى. تتوفر بها كتب للأندرغراجويت اللي هم عبارة عن طلاب البكالوريوس، وأيضا كتب للبوستغراجويت اللي هم عبارة عن طلاب الدراسات العليا وأيضا طلاب البورد، وتتوفر الكتب بنسخها الأصلية والكتب بجودة عالية مثل ما قاعد تلاحظون، ويوجد توصيل لجميع أنحاء العراق. للطلب من خلال الروابط الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا تجدون هذه الروابط أسفل في وصف هذا الفيديو. في هذا الفيديو سأتحدث عن أنواع مصادر المعلومات وشرح مبسط عن كل نوع من أنواع هذه المصادر ومن أين نحصل على هذه المصادر، وأخيرا فقرة أسئلة وأجوبة بما يخص موضوع المصادر. تقسم المصادر بشكل عام إلى مجموعتين رئيسيتين، المجموعة الأولى وهي عبارة عن الباكجراوند ريفرنسز، والمجموعة الثانية وهي عبارة عن الفورجراوند ريفرنسز. أما أنواع الباكجراوند ريفرنسز فمثل ما نلاحظ لدينا التكست بوك، ولدينا المانيوال أو الهاند بوك، ولدينا أيضا لكتشر المحاضرة، ولدينا الفيديوز أيضا. اليوتيوب يعتبر أحد مصادر المعلومات الباكجراوند ريفرنسز، والأذرز هنالك أنواع أخرى من الباكجراوند ريفرنسز سنتعرف عليها بعد قليل. أما الفورجراوند ريفرنسز فمثل ما نلاحظ لدينا الارتيكلز التي هي عبارة عن المقالات الطبية، ولدينا الفيديوز أيضا، بعض الفيديوهات تعتبر فورجراوند انفورميشن، ولدينا أيضا أنواع أخرى من الفورجراوند انفورميشن. وقبل التفصل بأنواع المصادر سأقوم بمقارنة بسيطة ما بين الباكجراوند ريفرنسز والفورجراوند ريفرنسز. مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن جملة من الباكجراوند ريفرنسز وبشكل محدد، فهذه هي عبارة عن جملة من التكست بوكس. فالآن حينما أدخل على التشريح مثلا وأذهب إلى مور وهو المصدر المفضل لدي في التشريح مثل ما نلاحظ More Clinically Oriented Anatomy، فهذا المصدر يشرح تقريبا تشريح الجسم البشري بالكامل. فحينما أريد مثلا أن أدرس تشريح البطن، تشريح بطن جسم الإنسان مثل ما نلاحظ، سأذهب هنا إلى البطن والتي هي عبارة عن Chapter 2، هذه عبارة عن الأبديمن البطن،
وسأقوم بدراسة البطن بشكل كامل على هذا المصدر. هذه تعتبر background information، وهنا أنا أستمد معلومات أساسية، لا أحتاج إلى معلومات سابقة حتى أستطيع أن أفهم هذه المعلومات. فهي كما قلت معلومات أساسية، معلومات تبدأ معي من الصفر. وأيضا حينما أريد مثلا أن أعلم ما هو طول الاثنى عشري، أحد أجزاء الـ small intestine أو الأمعاء الدقيقة، فأذهب إلى الـ small intestine وهنا لدي الدوادنم الذي هو عبارة عن أول جزء، وأجد مثل ما تلاحظون أن طوله 25 سنتيمتر، عبارة عن 25 سنتيمتر. أما حين الحديث عن الـ foreground information فالموضوع مختلف. فمثلا أنا في الـ background information درست الجهاز التنفسي، من تشريح ومن وظائف الجهاز التنفسي ومن أمراض الجهاز التنفسي ومن علاجات هذه الأمراض، فهذه جميعها عبارة عن background information. وحصل لدي تساؤل معين، هذا التساؤل هو ما علاقة التدخين باللانج كانسر، بسرطان الرئة؟ هذا السؤال يعتبر foreground information، فأذهب وأبحث في المقالات العلمية عن ما تأثير التدخين على الرئة، وهل يؤدي إلى سرطان الرئة أو لا. فحينما أريد أن أبحث أذهب إلى مواقع خاصة، منها مثلا البوب ميد، هذه المواقع مسؤولة عن نشر المقالات العلمية. أما المقالات العلمية فهي عبارة عن بحوث، هنالك أشخاص قاموا ببحوث في هذا المجال وكتبوا نتائج هذه البحوث في مقالات علمية، وقاموا بنشر هذه المقالات العلمية على مواقع مثل البوب ميد. فمثلا أبحث smoking and lung cancer، فهنا أجد عدد من المقالات العلمية فيما يخص التدخين وعلاقته باللنج كانسر، وأبحث في هذه المقالات لكي أصل إلى الجواب الذي أريده. فمثلا هل يسبب السموكينج لنج كانسر أو لا يسبب؟ ولكن فيما يخص هل أن التدخين يسبب سرطان الرئة، فهذا يعتبر سؤال قديم وقد تم الإجابة على هذا السؤال. وبعض foreground information حينما تمر عليها فترة من الزمن قد تتحول من foreground information إلى background information، تدون في التكست بوكس وتدرس كمعلومات أساسية. والباكجراوند information بشكل أساسي فهي تدرس في البكالوريوس في السنوات الأولى لدراسة أي اختصاص. لذا فأحيانا تكون فكرة الـ foreground information والـ background information هي ببساطة دورة حياة معلومة معينة. فالكثير من المعلومات التي تتعلق بالتدخين كانت في الأساس عبارة عن foreground information، دامت لفترة من الزمن وهي foreground information، ومن ثم تحولت إلى background information، صارت تدرس في كتب الـ background references. وحتى الآن هنالك الكثير من البحوث فيما يخص الخلايا الجذعية، الآن هي عبارة عن foreground information، ربما ليست مكتملة حتى الآن، ولكن في المستقبل بعدما يمر فترة من الزمن وهي foreground information ربما تتحول إلى background information. ومن هذا نستنتج أن background information ليس شيء ثابت وإنما يتغير، ولكن يحتاج إلى سنوات لكي يتغير. وأيضا في foreground information نلاحظ وجود المعلومات الحديثة التي تم اكتشافها أو تم نشرها مثلا حديثا جدا، أما في background information فتكون بالغالب معلومات قديمة لابد أن يكون قد مر عليها على الأقل سنوات. لذا فهذه كانت عبارة عن مقارنة ما بين background information foreground information. لم أذكر الكثير من التفاصيل، ولكن ما يهمني أن يتولد في أذهانكم فكرة foreground information بشكل عام وفكرة background information بشكل عام أيضا. مثل ما نلاحظ في هذا السلايد، أريد أن أضع في أذهانكم فكرة pyramid of evidence based medicine. مبدئيا pyramid تعني هرم، فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن شكل
حرمي. أما الـ Evidence-Based Medicine فهو ببساطة الطب المستند على دليل، واختصار ذلك EBM. أما ماذا يعني ذلك؟ أنني لا أستطيع أن أخذ دواء معين هكذا بشكل عشوائي وأستخدم هذا الدواء إلا أن يكون هذا الدواء موثوق ومؤكد أن هذا الدواء ينفع علاج لهذا المرض مثلا. وكي أستطيع أن أحدد ذلك فأحتاج إلى أن أعود لهذه الأصناف من المعلومات، أحتاج إلى أن أدرس أو أن أقرأ بحوث تختص في هذا الدواء موجودة في أحد الأصناف هذه من أصناف المعلومات. لذا في هذا البيراميد أوف إيفيدنس بيست ميديسن فقد تم تصنيف المعلومات بشكل عام إلى أصناف، وقد تم وضعها بشكل هرمي، بحيث أنني كلما اتجهت باتجاه قمة الهرم تصبح المعلومات موثوقة أكثر ولكن تقل في عددها. فمثلا المعلومات الموجودة هنا في السيستميك ريفيوز التي تقع في قمة الهرم فهي معلومات موثوقة جدا ولكنها قليلة مقارنة بالمعلومات الموجودة في الباكجراوند انفورميشن والاكسبرت اوبينيون. ولكن بالمقابل باكجراوند انفورميشن اند اكسبرت اوبينيون هنالك كمية هائلة من المعلومات ولكنها غير موثوقة بشكل كبير مقارنة بالسيستميك ريفيوز. ولكن هذا لا يعني ان الباكجراوند انفورميشن هي معلومات سيئة او معلومات غير موثوقة ابدا، وانما الفكرة في وضعها في قاعدة الهرم، وذلك بسبب ان هذه المعلومات ربما تفتقر الى الدقة المتناهية مقارنة بالسيستميك ريفيوز. فلذا وضع الباكجراوند انفورميشن في قاعدة الهرم دليل على ان هذه المعلومات غير مكتملة او تفتقر الى الدقة الى حد ما، ولكن هذا لا يعني انها معلومات مثلا خاطئة على سبيل المثال. وحينما نتجه باتجاه قمة الهرم نلاحظ ان المعلومات بشكل عام قد تم تقسيمها الى قسمين اساسيين وهي unfiltered information و filtered information. اما الفرق ما بين unfiltered و filtered فان unfiltered قمنا بتصفيتها، قمنا بعمل فلتر لهذه المعلومات لكي تصبح filtered information، وهذا يعني انه وضع معايير معينة قد انطبقت على مجموعة من البحوث الموجودة في الانفلترد ولكنها لم تنطبق على مجموعة أخرى من البحوث، أي من هذا القسم حصلت على زبدة من المعلومات الموثوقة، فالبحوث في هذا الصنف تعتبر بحوث ركيكة إلى حد ما مقارنة بباقي الأصناف التي تعلوها. وأيضا الكوهورت ستاديز فأيضا هذه تعتبر أقل موثوقية مقارنة بباقي الأصناف ولكنها موثوقة أكثر من الكيس كنترول ستاديز. فهنا هذه طريقة في البحث وهنا هذه طريقة في البحث أعطتني هذا الصنف من المعلومات، وأيضا طريقة في البحث أعطتني هذا الصنف من المعلومات. أيضا randomized controlled trials أيضا هذا نوع آخر من طرق البحث أعطاني معلومات ربما موثوقة أكثر من باقي الأصناف الثلاثة، ولكن أيضا هي أقل موثوقية من هذه الأصناف التي تعلوها. لذا فهنالك معايير معينة تجعل هذا الصنف من المعلومات موثوق أكثر من هذا الصنف. وأيضا حينما نتجه باتجاه قمة الهرم مرة أخرى ونصل إلى هذه الأصناف الثلاثة، فمثلا هنا في هذا الصنف فهنالك معايير معينة قد تم تطبيقها فوصلنا إلى أمور موثوقة جدا. فمثلا هنا في هذا السيستميك ريفيوز فهنا قد تمت الدراسة على مثلا مجموعة من البلدان وليس بلد واحد، فتمت الدراسة مثلا على أوروبا بالكامل بهذه الطريقة، وتم جمع عينات من كل الأصناف وهذه العينات بطريقة عشوائية تماما، وهنالك معايير كانت صارمة جدا تم وضعها لكي نستطيع الوصول إلى هذه الدقة من المعلومات. فحينما أخذ معلومات من السيستميك ريفيوز فأنا أكون متأكد جدا من دقة هذه
المعلومة، بينما حينما أخذ مثلا معلومة من الكيس كنترول ستاديز فهنا أنا لا أستطيع أن أثق 100% في هذه المعلومة، أحتاج أن أشكك أو أحتاج أن أعتقد في نقاط معينة أنها ربما تكون غير موثوقة. وأيضا مثلا أنني حينما أريد أن أصف دواء معين لمريض معين لا يحق لي أصلا أن أخذ المعلومة من هذه الأصناف الثلاثة، يجب أن أخذها من هذه الأصناف الثلاثة فقط التي هي الفلتر انفورميشن وهكذا. فكل ما أردت أن أضع في أذهانكم من هذه الصورة أن هنالك تصنيف للمعلومات الفورغراوند انفورميشن بشكل أساسي، هنالك تصنيفات أخرى، وهنالك معايير معينة وضعت لكل صنف، وهنالك تفاصيل كثيرة يجب علينا أن نأخذ على الأقل فكرة الآن عنها، وإن شاء الله في المستقبل نحتاج إلى أن نتعمق في هذه الأفكار لكي نفهم كل صنف من أصناف المعلومات ما الفرق بينه وبين الصنف الآخر، ولماذا هذا موثوق أكثر من غيره. وحين الحديث عن background information فتعتبر التكست بوكس هي أول وأهم المصادر الأساسية للمعلومات، ويعرف التكست بوك لدينا في المصدر، حينما نقول مصدر فنحن نعني به تكست بوك، وأيضا يعرف التكست بوك بالمرجع. فهناك أنواع عدة من التكست بوك، منها مثلا More Clinically Oriented Anatomy عبارة عن مصدر لتشريح الجسم البشري، يوجد فيه تقريبا كل التشريح للجسم البشري، وThe Developing Human الذي هو عبارة عن مصدر للإمبريولوجي علم الأجنة، ولدي Living Code Biochemistry عبارة عن مصدر في الكيمياء الحياتية، ولدي Harrison's Nephrology and Acid Phase Disorders هذا عبارة عن مصدر يشرح الكليتين ووظائفها وأمراضها وتفاصيل كثيرة عن الكلية. هذا المصدر في بعض تفاصيله يعتبر undergraduate وفي بعض تفاصيله يعتبر postgraduate، ولكن يبقى عبارة عن background reference. ولدي أيضا روبن basic pathology عبارة عن مصدر في علم الأمراض، ولدي أخيرا pharmacology الذي هو عبارة عن living code مصدر في علم الأدوية والأقاقير. أما النوع الآخر من background information وهو عبارة عن المانيوال أو الهاند بوك، وهذا المانيوال أو الهاند بوك فيه معلومات مختصرة عن موضوع معين. فمثلا هذا الهاند بوك هو عبارة عن هاند بوك بالسيل بيولوجي، فحينما ترى مثلا سمك هذا الكتاب تلاحظ أنه ليس سميك، مع أن السيل بيولوجي مثلا لو أردت أن أذهب إلى تكست بوكس في السيل بيولوجي سأجد أن هنالك كتب كثيرة وضخمة جدا في السيل بيولوجي، وما تزال تعتبر background information. فهذا عبارة عن كتاب مختصر عن السيل بيولوجي فيه معلومات محددة عن السيل بيولوجي مختارة من مصادر معينة مختارة من تكست بوكس، وغالبا يقوم أستاذ معين مثلا بعمل هذا النوع من الكتب كمنهج للطلاب في الجامعة. فمثلا هذا المنهج أو المانيوال أو الكتاب من الجامعة اللبنانية في السنة الأولى للجامعة اللبنانية كلية العلوم، فهو يعتبر تلخيص للمصدر. وأيضا هذا الكتاب هو عبارة عن مثال آخر للمانيوالز أو الهاندبوكس، مثل ما نلاحظ هذا الكتاب هو عبارة عن مانيوال في الميتابوليزم الأيض الخلوي من إنتاج جامعة ليستر البريطانية، ولكن يدرس في طب الكوفة في المرحلة الأولى. وبرأيي أن هذا الكتاب أفضل ما مثل فكرة المانيوال وكيف من الممكن أن يكون أحياناً المانيوال أهم في توصيل الفكرة من التكست بوك نفسه. أنا درست الميتابوليزم في ليبنكوت في جامعة بيروت، ولكن حينما درست الميتابوليزم مرة أخرى في هذا الكتاب فقد أضيفت لدي أفكار كثيرة لم تضاف في ليبنكوت، وأيضا باعتبار أن هذا المانيوال أو الهاندبوك عبارة عن ملخص لعدد من المصادر، فالربط ما بين الفيزيولوجي والبايوكيمستري في هذا الكتاب كان مهم جدا،
وأيضا بالإضافة إلى ذلك فهنالك clinical orientation، أي أن هذا الكتاب ممكن أن يؤهلك لدراسة العلوم السريرية وأخذ فكرة على الأقل عن العلوم السريرية أو استخدام الميتابوليزم للأغراض السريرية في المستشفى مثلا وفي الحالات المرضية. فهنالك clinical orientation في هذا الكتاب مهم جدا. الغاية ليس عمل إعلان لهذا الكتاب، ولكن الغاية الأساسية هي ببساطة أخذ فكرة عن المانيوال بشكل عام وما هي أهمية المانيوال وأيضا ما هو استخدام المانيوال. فتحتاج إلى أن تطلع على مانيوالز، على تكست بوكس، على كثير من التفاصيل لكي تعرف استخدام كل واحد من هذه الريسورسز أو المصادر. فليس بالضرورة أن تدرس جميع المصادر، ولكن على الأقل أن تعرف ما هي خياراتك المتاحة في الدراسة بشكل عام. وأيضا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن نوع آخر من الكتب. بصراحة لا أعلم إذا كان هذا الكتاب يصنف تكست بوك أو مانيوال بصراحة، ولكن هو واحد من هذان الاثنان، إما مانيوال أو تكست بوك، لست متأكد بصراحة 100%. ولكن هذا الكتاب هو عبارة عن باثوما أو يسمى باثوما، وهو عبارة عن فانديمنتلز في الباثولوجي. وهذا الكتاب مصنف باعتباره المصدر الأول في الباثولوجي لليو اس ام ال اي ستيب 1. والذي لا يعلم ماذا يعني يو اس ام ال اي ستيب 1، فهو ببساطة امتحان معادلة الشهادة في أمريكا. فهذا ابحث عن ماذا يعني يو اس ام ال اي، ستجد الكثير من التفاصيل عنه. ولكن ببساطة هو عبارة عن امتحان لأول 3 سنوات في كلية الطب. فهذا المصدر مرشح باعتباره المصدر الأول لهذا الامتحان، وهو امتحان مهم جدا ولديه سمعة كبيرة بين طلاب الطب. ولكن هذا الكتاب يعتبر مختصر، فليس فيه جميع التفاصيل التي تبحث عنها لدراسة مرض معين. أنا أحيانا بصراحة أدرس المرض في المحاضرات وربما في مصادر أخرى مثل روبن، وأعود لهذا المصدر لترتيب المعلومة بصيغة معينة. فهذا المصدر جميل جدا في ترتيب المعلومة وصياغتها بطريقة معينة، بحيث أنها تخزن في الذاكرة. وأيضا مثل ما قلت أن أحيانا المعلومة نفسها لا تكون كافية، تحتاج إلى أن يتم ترتيبها وتنظيمها بطريقة معينة لكي تكون كافية. فهذا المصدر مبدع في عمل هذا الشيء. فهذا هو باثوما. وهنالك مصادر أيضا قريبة من باثوما تسمى الهايلد، وهذه الهايلد ببساطة هي مصادر تكون مختصرة ولكن مركزة، بحيث أنك لا تستطيع أن تذهب لها بشكل مباشر لكي تدرس علم معين، ولكن تحتاجها حينما تريد أن تعمل مراجعة قبل الامتحان لعلم معين قمت أنت بدراسته بشكل تفصيلي سابقا، وتريد مرة أخرى دراسة هذا العلم بطريقة معينة تكون سريعة ولكن فعالة جدا. فهنالك الكثير من المصادر والكثير من التفاصيل تتعلق بالكتب، ولكل كتاب له طبيعته الخاصة. وأيضا مثال آخر، وهو عبارة عن آخر مثال، وهو ببساطة الأطلس، فكرة عن الأطلس. مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن Atlas of Human Anatomy. هذا للكاتب نتر، فحينما نقول نتر فنعني به هذا الكتاب. هذا ببساطة هو عبارة عن صور في التشريح مثل ما نلاحظ. هذا الكتاب لا يحتوي على نصوص، خالي من النصوص تقريبا، فيه فقط صور، ومن المؤكد تأشير على هذه الصور. هذا هو ببساطة الأطلس. وهنالك أطلس في التشريح، وهنالك أطلس في علم الأنسجة هيستولوجي وإمبريولوجي علم الأجنة، وحتى فارماكولوجي وفيزيولوجي وباثولوجي. هنالك أطلس في كل أنواع العلوم الطبية الأساسية تقريبا. فهذا النوع من المصادر لا استغناء عنه في دراسة التشريح أبدا. وأيضا هنالك قناة تليجرام منشور فيها الكثير من المصادر بصيغة PDF، وأيضا شرح بطريقة Voices
عن كل مصدر بشكل مختصر لكي نتعرف على أكبر عدد من أنواع المصادر. من المهم جدا أن تتعرف على أكبر عدد ممكن من أنواع المصادر. ربما لا تدرس كل هذه المصادر، وربما ستتعرف على أنواع من المصادر ولن تدرسها في حياتك، ولكن يجب أن تعلم أن لديك هذا الخيار. يجب أن تعلم خياراتك ما هي بالضبط فيما يتعلق بالمصادر. لعلك في يوم من الأيام تحتاج إلى مصدر معين، فيجب عليك أن تعرف بوجود هذا النوع، وسأشير إلى هذا الشيء بشكل تفصيلي أكثر في آخر فقرة من هذا الفيديو. النوع الثالث من أنواع background references وهو عبارة عن lectures. مثل ما نلاحظ، هذه عبارة عن أحد lectures التي نشرت مؤخراً لـ Study is a Life، وهذه عبارة عن أحد lectures من المحاضرات خاصتي في كلية الطب جامعة الكوفة. فهذه lectures أيضاً تشترك مع المانيوال في عدد من التفاصيل، منها أن هذه lectures مأخوذة من المصادر، وأيضا تكون مختصرة وتكون موجهة باتجاه معين. فمثلا مثل ما نلاحظ هيباتايتس الذي هو عبارة عن التهاب الكبد، فلن تجد مصدر كامل تكستبوك كامل مثلا يتحدث عن الهيباتايتس فقط. ففي العادة تجد هذه النوع من الطرح في المعلومات في اللكتشرز والمانيوالز أيضا، ونحن فاميليار معتادون على هذا النوع من background references. والنوع الآخر هو الفيديوهات. مثل ما تجدون على هذه القناة أن هنالك عدد من الفيديوهات كما تلاحظون، هذه الفيديوهات أيضا تعتبر background references. أما الأذرز فمثل ما نلاحظ لدينا Medscape. Medscape هو عبارة عن تطبيق يوجد على الهاتف أو الآيباد، تستطيع أن تأخذ منه معلومات سريعة، معلومات مختصرة وسريعة وموثوقة، ولكن هذه المعلومات منها background information ومنها foreground information. وأيضا Amposis بنفس الطريقة أيضا، وهنالك Osmosis وهنالك أمور أخرى، تطبيقات أخرى. أنا لن أتفصل في هذا النوع من الـ background references. إن شاء الله من المحتمل في المستقبل يكون هناك فيديو عن كل واحد من هذه التطبيقات، ولكن تستطيع البحث في اليوتيوب وستجد معلومات كثيرة عن كل نوع من أنواع هذه المصادر. ولكن سأكتفي بأن أريك واجهة كل تطبيق من هذه التطبيقات. هذه لي Medscape، وهذه لي لكتيريا، وهذه لي Amposis. أما حين الانتقال للحديث عن foreground information، فكما نرى أن أول وأهم مصدر foreground information هو عبارة عن articles، وهنالك عدد من المواقع التي تقوم بنشر مقالات طبية موثوقة، ولكن من أهم هذه المواقع هو عبارة عن PubMed، وقد تعرفنا قبل قليل على هذا النوع من المصادر. وأيضا بعض الفيديوهات محتمل أن تعطي foreground information فتعتبر foreground references، ولكن من المحتمل أن تصنف إلى حد ما مصادر ضعيفة foreground information. هذا يعتمد على الجهة الناشرة لهذا الفيديو. أما الأذرز فمثلا أنني أذهب في مؤتمر وأحضر مثلا مؤتمر معين، فهذا المؤتمر أيضا ربما يعتبر أحد المصادر foreground information. وهنالك أيضا مصادر أخرى foreground information والباكجراوند information أيضا، ولكن أنا أردت من هذا الفيديو أن نفهم فكرة الباكجراوند information والفوريجراوند information وما هي المصادر التي نتعامل معها الآن كطلاب، سواء كان foreground أو background. السؤال الأول والأهم، من أين أحصل على هذه المصادر؟ هنالك طريقتين لا ثالث لهما، إما أن تحصل عليها بصيغة PDF والتي عبارة عن نسخة إلكترونية، أو تحصل عليها بطريقة hard copy التي هي عبارة عن كتاب تمسكه بيدك، هذا يعتبر هارد كوبي. فالهارد كوبي ستشتريه من المكاتب، وللطلاب العراقيين فهنالك مكتبة زوين توفر نسخ جيدة جدا للكتب وتوصيل لجميع المحافظات.
فستستطيع أن تحصل على المصادر التي تريدها من خلال هذه المكتبة. أما في الدول الأخرى فهنالك مكاتب كثيرة على ما أعتقد، وتستطيع أن تطلبها من الأمازون، تستطيع أن تطلبها من مواقع كثيرة وتصل لك إلى البيت. أما الطريقة الأخرى فهي أن تحصل عليها كPDF، ككتاب إلكتروني، وهنالك الكثير من المواقع التي تنشر الكتب بصيغة مجانية، منها مثلا أنا أقوم بنشر الكتب بصيغة مجانية. أسفل في وصف الفيديو ستجد قناة تليجرام، تجد الكتب، أغلب الكتب التي رأيتها قبل قليل على الكمبيوتر لدي، فستجدها على قناة تليجرام. هنالك شرح مبسط بصيغة فويس عن كل مصدر من هذه المصادر. ولكن كمقارنة ما بين الهارد كوبي والبي دي اف، فبعض الأحيان البي دي اف لا يكون كامل، فبعض المصادر مثلا تنشر بصيغة بي دي اف ولكن لا تكون كاملة، محذوف عدد من الصفحات، وذلك لكي يكون إعلان للمصدر ولكي يجبروك في حالة هذا المصدر لشراء المصدر بصيغة هارد كوبي ودفع أموال مقابل أن تحصل على هذا المصدر. فهذا المصدر منشور النسخة الأولى على ما أعتقد بصيغة PDF ولكن ليست كاملة، فاضطررت إلى أن أشتري هذا المصدر كهارد كوبي. وبعض المصادر مثلا لا يوجد هنالك الكونتنتس الذي هو الفهرست، لا يكون موجود فيها ولا يكون موجود الاندكس فيها، فلا تستطيع أن تتنقل بشكل جيد في المصدر البي دي اف. ولكن في النسخة الهارد كوبي، النسخة الورقية، فلن تواجه هذه المشكلة. وأيضا في توفر المصادر، فبعض المصادر مثلا متوفرة بصيغة بي دي اف ونسخ كاملة، وبعض المصادر ليست متوفرة بصيغة بي دي اف، تحتاج إلى أن تشتريها بصيغة ورقية، بصيغة هارد كوبي. فلماذا نلجأ إلى الهارد كوبي ولماذا نلجأ إلى البي دي اف؟ هذا يعتمد على توفر المصدر ويعتمد على هل أن المصدر كامل أو غير كامل. السؤال الآخر، كطالب غير الطب هل أستطيع الاعتماد على هذه المصادر الطبية؟ نعم تستطيع، فهذه المصادر ليست مخصصة فقط لطلاب الطب. فمثلا أنا أعتمد على مور كمصدر لتشريح الجسم البشري لشرح Introduction to Human Anatomy مثلا، وأيضا Overview of Major Body Regions، والتي هي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات موجهة لجميع الاختصاصات التي تتعامل مع الجسم البشري سواء كان من قريب أو بعيد، فمثلا التمريض وكلية العلوم وبعض تفاصيل أيضا كلية الطب البيطري، أيضا محتمل أن يستفيدوا من الكتب الطبية الموجهة لكلية الطب العام. ولكن في بعض الأحيان الفرق ما بين كلية الطب وباقي الكليات هو بكمية التفاصيل، فمثلا في التشريح نحن ندخل في تفاصيل كثيرة لا يحتاجونها باقي الكليات. أما مثلا في السيل بيولوجي فنحن لا نحتاج إلى تفاصيل كثيرة، نكتفي بعدد من التفاصيل التي تساعدنا في دراستنا وعملنا أيضا. ولكن مثلا طلاب العلوم يدخلون في تفاصيل كثيرة فيما يخص السيل بيولوجي. كيف أدرس المصدر؟ هنا بالشكل الأساسي مقصود فيه textbook. فكيف أدرس التextbook؟ هناك طريقتان بشكل أساسي مثل ما نلاحظ. مثل ما قلت أن هناك طريقتان لدراسة التكستبوك. الطريقة الأولى هي أن أتعامل مع التكستبوك باعتباره محاضرة. ماذا أقصد بالمحاضرة؟ أقصد أنني سأقوم بدراسة هذا التكستبوك بشكل تفصيلي، أقوم بوضع الملاحظات على هذا المصدر وأقوم بالتدقيق بشكل عميق لدرجة أنني أدرس للامتحان وكأنني أدرس للامتحان على هذا المصدر باعتباره المحاضرة التي ستدخل في الامتحان. فهذه الطريقة الأولى وهي من أنجح الطرق لدراسة هذا المصدر. ولكن الطريقة الأولى والطريقة الثانية هما ليس هنالك أفضلية فيما بينهما، ولكن طرق استخدام المصدر هي أكثر من طرق دراسة المصدر، فهي طرق استخدام المصدر. ففي الطريقة الأولى أنا أستخدم المصدر باعتباره منهج، باعتباره منهج أنا مطالب به بجميع تفاصيله.
فمثل ما نلاحظ أنا سأختار الفارماكولوجي كتغيير، كل مرة أنا أستخدم الأناتومي في توضيح أفكاري، فهنا أنا سأستخدم الفارماكولوجي. فحينما أذهب إلى الفارماكولوجي أنا سأهتم فقط بالبنكود، مثل ما نلاحظ البنكود فارماكولوجي لأنه يعتبر أساس في الفارماكولوجي، يعني أنني أدرس كل دواء وأتفصل في تأثيره على الجسم البشري من فوائد ومن أضرار جانبية، وهذا تخصص ليبنكوت. ليبنكوت مختصر ويعطي الزبدة، فأنا سأذهب إلى الليبنكوت فارماكولوجي. هذه النسخة السادسة، أعتقد أنها نسخة تعتبر قديمة ولكن الآن تكفي للشرح حاليا، تكفي لتوصيل الفكرة حاليا. مثل ما نلاحظ هذا ليبنكوت. الآن مثلا أنا أريد أن أدرس تشابتر معين، فهذا المصدر يجب أن يعتمد لأول 3 سنوات في كلية الطب، يدرس بشكل كامل في أول 3 سنوات لكلية الطب. ولكن مثلا أنا في السنة الثانية في كلية الطب جامعة الكوفة، فأريد أن أبدأ في هذا الكتاب، فسأبدأ من يونت 1 Principles of Drug Therapy، فسأذهب إلى هذه اليونت، وهذه اليونت تعتبر مقدمة عن الفارماكولوجي، منها مثلا فارماكوكاينتكس وفارماكوداينامكس، ما الفرق ما بينهما؟ فهنا الفارماكوكاينتكس هي تأثير الجسم أو كيف يتعامل الجسم مع الدواء الذي يدخل إلى داخل الجسم، فهناك absorption, distribution, metabolism وأخيرا excretion أو elimination. والتشابتر الآخر وهو عبارة عن Drug Receptor Interactions and Pharmacodynamics، بشكل أساسي Pharmacodynamics. Pharmacodynamics هو تأثير الدواء على الجسم، أي التأثير الذي يقوم به الدواء على الجسم من فوائد ومن أضرار جانبية، وهذان الفصلان يدرسان وكأنني أقوم بدراسة lecture، أقوم بدراسة محاضرة سأمتحن بها بعد الانتهاء منها، فتكون دراسة متعمقة ودراسة دقيقة وأخذ بنظر الاعتبار جميع التفاصيل وكأنني مطالب بها للامتحان. بهذه الصيغة هذه هي الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية لدراسة المصدر بشكل عام، فمثل ما نلاحظ أنني سأذهب إلى نهاية المصدر، أنا أريد أن أبحث عن موضوع معين أو عن دواء معين وأفكر أو أدرس عن تأثير هذا الدواء على الجسم البشري، ولكن أريد أن أدرسه على ليبنكوت. فأذهب هنا، هذا الإندكس هو عبارة عن قاموس أشبه بالقاموس، مثل ما نلاحظ مقسم على الحروف الأبجدية الإنجليزية. فمثلا هنا P، مثلا أنا أريد أن أذهب إلى البوليفيريدون على ما أعتقد، هذا نوع من أنواع الأدوية مثلا، هنا الاسم العلمي من المؤكد. فأنا أريد أن أبحث مثلا عن هذا الدواء وأريد أن أدرس عن هذا الدواء في ليبنكوت، فأجد هنا أرقام صفحات، فهنا من المفترض أن تكون هذه الصفحة المنشودة، نعم هذه الصفحة المنشودة. وهذا ليس فقط لليبنكوت، أيضا في المصادر الأخرى، تقريبا في جميع المصادر توجد ميزة هذا الإندكس عبارة عن الأشبه بالقاموس لكي أصل إلى مفردات معينة. ولنأخذ مثال آخر عن دراسة المصدر عن طريق الإندكس أو الطريقة الثانية في دراسة المصدر، مثل ما نلاحظ روبنز بيسك باثولوجي، هذا المصدر في الباثولوجي الذي هو علم الأمراض. هذا المصدر هو النسخة التاسعة، النسخة العاشرة لا تحتوي على الإندكس، فسأستخدم النسخة التاسعة. أنا حينما أريد أن أدرس مرض معين على هذا المصدر، فببساطة أذهب بشكل مباشر إلى الإندكس، مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الإندكس، وأختار المرض الذي أريد دراسته. وسبب أنني أذهب إلى الإندكس أن بعض الأمراض مذكورة في أكثر من مكان في هذا المصدر، فمثلا تكون مذكورة في عدة فصول ليس في فصل واحد، فلهذا السبب أنا أذهب إلى الإندكس لكي أعرف أين مذكور هذا المرض على وجه التحديد. فمثلا أنا أريد أن أدرس عن التبركلوسيس الذي هو عبارة عن السل، مرض السل،
فسأذهب وأبحث عن التبركلوسز وأرى أين موجود التبركلوسز في المصدر. من المؤكد أنه سيظهر في عدد من الصفحات، فأنا سأقوم بدراسة التبركلوسز في كل هذه الصفحات مثل ما سنلاحظ. فمثل ما نلاحظ هنا لدي تبركلوسز، فنلاحظ تبركلوسز الذي يسبب كرونيك نيومونيا مثل ما نلاحظ مذكور في هذه الصفحات، الإتيولوجي له في هذه الصفحات، ومثلا هنا لدينا تبركلوسز منينجيتس فأيضا مذكور في هذه الصفحات. فكل شيء عن التبركلوسز سيتم ذكره في هذه في هذا الجزء من الاندكس، ولكن مثل ما نلاحظ في صفحات متفرقة. فحينما أنقر مثلا الآن، أنا سأنقر على هذه الصفحة، فسأجد أنه ذكر التبركلوسس منينجيتس هنا، أو تبركلوس منينجيتس هنا مثل ما نلاحظ. فهذه طريقة دراسة هذا المصدر، ولا نستطيع أن ندرس هذا المصدر بطريقة أخرى بصراحة، لأنها ستكون طريقة غير ناجحة. فالطريقة الأنجح لدراسة هذا المصدر على وجه التحديد هو الذهاب إلى الإندكس، وبهذه الطريقة سأستطيع أن أتعرف على كل ما يحتوي هذا المصدر عن هذا المرض. فأتيت أنا إلى المصدر لكي أخذ معلومة بسيطة فقط أريدها من التكست بوكس، فأخذت هذه المعلومة وتركت المصدر. هاتان طريقتان، الطريقة الأولى دراسة المصدر بالتفصيل، والطريقة الثانية أخذ معلومة فقط من المصدر وأترك المصدر في حاله. الآن برأيي نأتي للفقرة الأهم في هذا الفيديو. كل ما تم ذكره في هذا الفيديو من مصادر فهي عبارة عن أدوات، عبارة عن tools نستخدمها لكي نصل إلى غايات معينة أو أهداف معينة في الدراسة. فلا أستطيع أن أذهب بشكل عشوائي وأقوم بدراسة أي مصدر دون أن يكون لدي هدف، يكون لدي غاية أريد أن أحققها، وخطة لكيفية تحقيق هذه الغاية أو كيفية الوصول إلى هذا الهدف. فمثلا أنا اليوم عبد الرحمن، طالب طب في المرحلة الرابعة في جامعة الكوفة في كلية الطب. أريد أن أدرس التشريح بصيغة معينة بحيث تؤهلني في المستقبل لاستخدام مخزون التشريح لدي في الجراحة مثلا. فهذا هو عبارة عن الهدف، أو هذه هي عبارة عن الغاية، أريد أن أدرس التشريح بصيغة بحيث تؤهلني إلى الجراحة في المستقبل، هذا الهدف. الخطة كيف سأقوم بتحقيق هذا الهدف أو الوصول لهذه الغاية. فأنا شخصيا وضعت خطة ببساطة. أولا سأذهب إلى المصدر more، التكست بوك more، وأقوم باستخدام more باعتباره كأداة لكي أقوم بدراسة التشريح. فبدأت مبدئيا في دراسة التشريح في more، وحينما أدرس في more فأنا أضع في ذهني أن هنالك غاية، هنالك هدف أنا أريد أن أصل إليه. أنا لا أدرس more بشكل عشوائي دون أن تكون في ذهني هذه الفكرة، أو دون أن يكون في ذهني هذا الهدف. وأيضا لاستغناء عن نتر فيما يخص التشريح، فأيضا سأستخدم نتر كأداة لدراسة التشريح للوصول إلى الهدف الذي أطمح إليه. وبمرور الزمن سأقوم بحصد النتائج التي أحصل عليها من هذه الخطة. وأيضا بالإضافة إلى الدراسة النظرية، فأحتاج أيضا إلى دخول العمليات مثلا وتعرف على الجسم البشري بشكل حقيقي، وأيضا أحتاج إلى وجود أشخاص يقومون بتعليمي بعض التفاصيل التي لن أستطيع أن أحصل عليها من المصادر أو من الدراسة النظرية بشكل عام. فهنالك غاية، هدف وضع، تم وضعه من بداية هذه السنة، وهنالك خطة لتحقيق هذا الهدف. وأيضا لنأخذ مثال آخر لتقريب الصورة أكثر في هذا الموضوع. فمثلا هنالك شخص معين يريد أن يقوم ببحث يتعلق بمرض السكر والتدخين في نفس الوقت، فيريد الإجابة من خلال هذا البحث على سؤال معين، وهو هل أن مرضى السكر يتأثرون بالتدخين أكثر من سواهم من الأشخاص الغير مصابين بمرض السكر؟ لذا فأريد الإجابة على هذا السؤال،
هل أن مرض السكر يزيد التأثير السلبي للتدخين على الشخص أو لا يزيده؟ ليس هنالك تأثير. إذا كنت مريض بمرض السكر أو لم تكن مريض بمرض السكر فلن يكون هنالك زيادة أو نقصان في تأثير التدخين السلبي على صحتك. هذا هو عبارة عن سؤال. لكي يجيب هذا الشخص على هذا السؤال، فهذا الشخص سنفترض أنه طالب مثلا في المرحلة الرابعة ولا يملك أفكار عميقة عن الدايابيتس، فسيذهب مبدئيا إلى دراسة الدايابيتس لكي يستطيع أن يستخدم المعلومات الباكجراوند ويكون مثقف من ناحية الباكجراوند انفورميشن، فيذهب إلى الباكجراوند ريفرنسز، ومثال ذلك هو عبارة عن دافيدسون، فسيذهب إلى دافيدسون ويقوم بدراسة 42 صفحة للدايابيتس ويتعرف على الدايابيتس وكل التفاصيل التي سيحتاجها في الدايابيتس للقيام مثلا بخطوة مبدئية في هذا البحث، ومن ثم سيذهب إلى الباب ميد ويتعرف على البحوث المنشورة في هذا الخصوص. ربما لم يكن هنالك بحث منشور مسبقا، ولكن هنالك بحوث أخرى قد تكون مماثلة أو مقاربة لدرجة معينة، أو ربما ستنفعه بجانب معين، فهو سيقوم بوضع خطة. الآن هو لديه هدف الإجابة على هذا السؤال، فوضع خطة. أولا سيذهب إلى دافيدسون لدراسة الدايابيتس بشكل عام، ومن ثم سيطلع على البحوث الموجودة على الباب ميد بما يخص هذا السؤال أو الإجابة على هذا السؤال، أو حتى إذا كانت هنالك بحوث متعلقة ولو بشكل جزئي في هذا الموضوع. ربما لن يستطيع أن يكتفي بدافيدسون وباب ميد، فسيضطر إلى الذهاب للدراسة الميدانية بشكل مباشر، ومن خلال الذهاب إلى مركز السكري والتعامل مع المرضى بشكل مباشر، ويقوم بأخذ مرضى السكري المدخنين فقط، يحتاج إلى هذا الصنف من مرضى السكر. وربما لن يكتفي بمركز واحد، سيحتاج إلى أكثر من مركز، فأخذ مثلا عينات من مركز السكري في مستشفى معينة، وذهب أيضا إلى مستشفى أخرى، وربما إلى محافظة أخرى، وهكذا. فقام بالدراسة بشكل فعلي، ومن المؤكد أنه احتاج إلى مساعدة أشخاص معينين يساعدوه في هذا البحث، ومن ثم سيعطي نتائج معينة، وهذه النتائج سترتب بصيغة بحث مثل ما نراه على الباب ميد، ومن ثم سيقوم بنشر هذا البحث على الباب ميد من جديد. لنفترض هذه الفرضية، فسيقومون أشخاص معينين مثلا بمراجعة لهذا البحث، وربما سيعتمد هذا البحث، وربما يعتبر بحث غير معتمد، لا يستطيعون أن يعتمدون عليه، فربما لن يصل أصلا إلى الباب ميد ربما. ولكن هذه هي بهذه الطريقة تتم الأمور، هذه أفكار مبسطة عن كيف ستتم الأمور، وما هو الهدف، وما هي الخطة، وكيف أستطيع أن أستخدم هذه المصادر. فكما قلت، نحن لا نذهب إلى هذه المصادر بشكل عشوائي، ولكن يجب أن يكون لدينا هدف وخطة لتحقيق هذا الهدف. فكل ما نتعلمه من هذه السنوات في الدراسة الجامعية هي أن نتعلم كيف نتعلم. هذه هي الغاية الأساسية، أن نتعلم كيف نتعلم، أي نتعلم الأدوات التي تؤهلنا لكي نتعلم أي شيء آخر. نحن لا نستطيع أن نكتفي بالمعلومات التي نأخذها من الجامعة، نحتاج إلى تفاصيل أخرى، نحتاج إلى معلومات أخرى، نحتاج إلى دراسة كتب أخرى. فما يجب علينا أن نركز عليه لكي نتعلمه في هذه السنوات للدراسة الجامعية، أن نتعلم كيف نتعلم، بحيث أننا نستطيع بعد أن نتخرج أن نقوم بتعليم أنفسنا أي شيء نحتاجه. فكملخص واختصار شديد لهذه الفقرة، فيجب عليك أن تتعلم كيف تستخدم هذه المصادر كأدوات، وتعلم كل مصدر وما هو استخدامه لكي تستطيع أن تستخدمه في المستقبل.
وأن تتعلم. كيف تتعلم أهم بكثير من أن تقوم بحفظ كمية هائلة من المعلومات ستنساها في النهاية، وربما لن يكون لها تلك القيمة في المستقبل. فتعلمك كيف تتعلم أهم من حفظ المعلومات الكثيرة. فتعلم الصيد لكي تقوم بصيد السمك وتتغذى عليه أفضل من أن تذهب إلى صياد السمك وتطلب منها أن يعطيك سمكة، أطلب منها أن يعلمك الصيد، فذلك أنفع بكثير من مجرد إعطائك السمكة، لأنها ستنتهي، هذه السمكة ستأكلها وتنتهي، وربما لن تحصل على سمكة أخرى إلا إذا تعلمت الصيد. سأسعد كثيرا بتعليقاتكم أسفل في قسم التعليقات، وكل ما ستحتاجونه من روابط موجود أسفل في وصف هذا الفيديو. نلتقي إن شاء الله بفيديو آخر. وفي النهاية أشكركم على الوصول لهذه النقطة من هذا الفيديو. أعلم أن الفيديو كان طويلا، ولكن لم أستطع أن أستغني عن أي فقرة من فقرات هذا الفيديو حين قمت بالمونتاج.